علاش سموها مراكش؟ علاش سموا مراكش بمراكش؟ عندك روايتين، في روايه شعبيه وفي روايه تاريخيه. الروايه الشعبيه يقول لك جت من كلمه مر كش، لان هذا المكان كان فيه قراصنه وكان فيه ناس قطاع طريق، فكان اللي يعدي يقولوا مر كش يعني عدي بسرعه قبل ما حد ايه يمسكك. دي روايه شعبيه. في روايه بقى تاريخيه يقول لك كلمه مراكش دي هي اصلا كلمه امراكش بالامازيغيه وتعني ارض الله. اذا مراكش الحضاره والسحر والتاريخ، المدينه مش بناها يوسف تشفين، بناها ابو بكر عمر اللمتوني ابن عم يوسف تشفين، المدينه الحمراء، مدينه الناس الطيبين، ولاد البهجه. زوروا مراكش يا جماعه، على عاصمه السياحه العالميه. وايه وشكرا.